النهاردة عندنا عدد أو كوكبة من الشخصيات الحقوقية والشخصيات الإعلامية والشخصيات العامة عامة المهتمين بقضية الاختفاء القسري، لأنها قضية للأسف بدأت تحظى بالاهتمام الكبير بعد وفاة جوليو ريجيني فقط، بينما هذه الظاهرة مستمرة وفي حالة تصاعد منذ 2013، تحديدا بعد 30 يونيو 2013. اي جهه في مصر تعمل احصاء للاختفاء القسري؟ مستحيل طبعا. ليه؟ لانه ناس ما عندهاش ثقه في الجهات القانونيه، وناس اصلا من زمان ما تعرفش حاجه بمظاهرات حقوقيه. يعني احنا بنجد معاناه شديده ان احنا نقول للناس روحوا بلغوا المجلس القومي انه في حالات اختفاء قسري، يقول لك هو هيعمل ايه المجلس القومي؟ طب روح اعمل شكوى في النيابه والنائب العام، يقول لك ما هو ايه هيعمل ايه النائب العام؟ ما احنا قدمنا شكاوى كتير. فشوف حاله عدم الثقه في الاجهزه الموجوده ديت بتخلي مساله الحصر صعبه جدا. والدي ليه 59 سنه، بابا تم كل 12/5 في اي سنه من الثلاث سنوات اللي فاتوا كنت اجيب التورتايه وما اكلهاش. انا بس بقول لوالدي انا بحتفل بيوم ميلادك يا حبيبي عشان انت بعيد عني. ولذلك انا بادعو القضاء المصري، وهو قضاء دوله مستمره بغض النظر عن النظام او عن الحاكم. هذه قضيه منتهيه. يعني اعدادنا جمال عبد الناصر وحكم 18 سنه وراح، انور السادات 12 سنه وراح، وحسن مبارك 30 سنه وراح. 18/11/2015 بلاغ من 10 اسر ل10 مختفين قسريا، حمل رقم 19/76/3. فلزت بالنائب العام، واظنه كان جديدا، يعني ممكن تسموها حيله في الكتابه او سذاجه. وفي نفس الوقت كان ابتدى المجلس القومي لحقوق الانسان يفتح الملف ويشكل لجنه يفتح فيها الموضوع، فاعتمدت على الاثنين كي استطيع ان امرر هذا المقال. الحقيقة أنه لا البلاغ، وموجود الأستاذ إبراهيم متولي اللي هو قدم البلاغ كمحامي، لا البلاغ على حد علمي أصفر عن أي شيء، ولا النائب العام رد على البلاغ أو اهتم به، ولا رد على المقال المنشور في الأهرام. المجلس القومي لحقوق الإنسان مشكورا يعني بذل مجهود، ولكن انتهى في تقريره إلى لغة أكثر من أقل من دبلوماسية. وده أعتقد مسألة مهمة، وأنتوا بتشاروا على الاختفاء القسري متخصصين عننا، بيقول إنه يعني يودع المحتجزين أو من تقيد حرياته بأي شكل من الأشكال في السجون المركزية أو الليمانات أو السجون العمومية أو أقسام الشرطة أو أي أماكن أخرى يحددها وزير الداخلية. أي أماكن أخرى دي حاجة اللي هو إيه يعني استثناء أو ثقب اللي يعد منه كل الشر بتاع النظام ده. فدي الحاجات. هو طبعا الورق ورقنا والدفتر بتاعنا وامضي يا أبو العيلة. المنظمات الحقوقية على مستوى العالم رصدت الإخفاء القسري واشتغلت على الرصد بتاعه والتوثيق، لكن كله في ظل ضعف شديد جدا للتوثيق والرصد. الخوف والقمع بيؤدي إلى عدم الرصد، وفي نفس الوقت عدم جدية نتائج البلاغ. طب ما احنا بلغنا، اللي بلغوا اتعمل فيهم ايه او اتعمل لهم ايه؟